سر هو سر ما كيتقالش. السر هذا سر عميق. الغياب ديالي انا ما غيباش، بالعكس انا دائما حاضره ودائما غنبقى حاضره. وإلا كانت لا كرياسيون ولا الابداع هو منحصر غير في التلفازه، ف كنظن ان داك هو النهار الاخر في حياتي غادي يكون. مادام الابداع كاين ومازال الفن كاين، فانا غنبقى دائما حاضره ودائما كنبدع ولو خارج الاطار. اولا انا ما كنتفرجش هاد العام بالخصوص، ما تفرجش في التلفازه راديه او غير راديه. انا ما عمرني يكون راضي، لان الانسان الراضي دائما ما كيمشيش بعيد، لا في التطور ديال داكشي ديال اللي كيدير ولا في الابداع ديالو. انا بطبيعتي ما عمرني غادي نكون راضي على 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 عليا انا بعدا عليا انا. وكنسمع الناس غير في الزنقه كيهضروا لي، انا ما كنتفرجش في التلفزه تقريبا هادي عامين ونص ما بقيتش كنتفرج. ماشي حيت ما كنبغيش التلفزه، ما كنتفرجش حيت ما كنبغيش نتفرج، ولكن كنبغي نشتغل التلفازه. كنسمع الناس ما عجبهمش الحال، ما عرفتش شنو واقع. الناس ما عجبهمش الحال، الناس كيقولوا الحموضه الحموضه الحموضه. انا كندور كيقولوا لي الحموضه، دابا ولات حاجه اخرى احسن طيط بلا ما نقولها. كفص من الحموضه الا قلتها ما غاديش يعجبكم الحال. دونك فوالا غادي نبقى دائما ما راضياش حتى تقاد القضيه. عندي حنين دائما عندي الكوميديا، ولكن في ادوار اخرى، في ادوار مغايره على عويشه. وكيبقى عويشه سانسيرمون كيبقى ان رول اللي هو امبوسيبل اللي ننساه، لانه هو لو رول اللي عرفني بالجمهور، و سي انوبليابل. ملي كنتفرج انا في راسي دابا كنقول ما عرفتش كيفاش درت. اكيد ان الفن التشكيلي عوضني بزاف، لان الفن التشكيلي قبل ما ندير تمثيل كان عندي حب كبير لا بانتور و لو ديسان اون جينيرال يعني. فالحمد لله مني ما كتكونش راضي ولا ما كتكونش او كتوقف من الاشتغال مده 3 سنين او 4 سنين. حنا عارفين ان بزاف ديال الممثلين كيقدروا يطيحوا في هذه القضيه انهم ما يخدموش 3 سنين عامين، واخا يكونوا معروفين واخا يكون الجمهور كيبغيهم يقدروا يطيحوا في هذه المساله هذه. ففي هذوك الايام ولا السنوات اللي ما كنشتغلش، لقيت باللي الفن التشكيلي فريمون كنقول الحمد لله ربي عطاني هاد الحاجه في يدي اللي نقدر نديرها واللي تقدر تعاودني على بزاف ديال الحوايج. وما كنتسناش انا انني من الفن غادي نربح الفلوس، لان اكثر من ان كنتسنى ان ندير شي حاجه بالفن ديالي ونوصل الفن ديالي للجمهور. كانت عندي واحد لانترفونسيون في طنجه هذه واحد عامين، سميتها اتر ايسي. هو واحد الفيستيفال اللي الناس اللي طنجاوه كيتعرفوا فيه على اعمال فنيه من خلال اماكن ثقافيه ولا اماكن اللي تسدات من قبل ديال 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 موروث او معمار، غنقولوا دو باتريمون كولتوريل، اللي هما شي بلايص اللي تسدوا وكيتفتحوا خصيصا في هذاك ليفينمون ديال اتر ايسي. وكانت عندي لا شونس انني جي انترفوني في واحد ليسباس من هذوك ليسباس اللي هي المندوبيه، ودرت فيها واحد لا بيرفورمانس. ولا بيرفورمانس ديالي كانت لو سوجي ديالها هو لا كرياسيون، كيفاش فنان كيعيش لا كرياسيون ديالو، كيفاش كيعيش الفتره اللي هو كيبدا يخرج فيها يبدع فيها او يفكر فيها انه ينتج شي حاجه. ولا بيرفورمانس بقات تقريبا دوزت فيها من الصباح حتى العشية، يعني من بديتها مع العشرة وساليت مع الثمانية. واللي زوين في هاد لا بيرفورمانس هو أنا واحد الوقيته جاتني لونفي أنني نهرس الجدار الرابع ونخرج للزنقة. فخرجت للزنقة عامرة بالصباغة وعامرة بالميكا، وجرى معايا واحد الميكا فيها 25 متر، وكنقول كيفاش الناس في الزنقة غادي يتقبلوا هاد الشكل هذا اللي أنا خارجة فيه. فتفاجأت بزاف أن الجمهور المغربي ذكي بزاف والجمهور المغربي كيحب الفن.
هو اللي غادي نقول انا على البوز باز باز، انا غادي نقول باز على البوز. البوز هو واحد الحاله اجتماعيه ولا شنو، واحد الظاهره كنعيشوها حنايا دابا اليوم، واللي مع الاسف اي واحد راه بالنسبه لي انا ما كنلومش الناس اللي كيديروا هذا الشيء، ما كنلومهمش اللي كيديروا. بس اي واحد غادي يتشهى انه يولي معروف، اي واحد غادي يتشهى انه هو يصور راسه ويتشهر، اي واحد غيحلم. بالعكس هذا حلم جميل ان كاع الناس او الجمهور كيحلم انه يولي فنان او يولي موسيقي او يولي مغني، هذا حلم زوين، هذا كيأكد على ان المجتمع ديالنا باغي 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 يبدع. ولكن باش يولي هذاك البوز هو المعيار، المعيار ديال المسؤولين على الـ على الـ على الـ على الميدان، المعيار ديالهم هما اللي كيقيسوا بهذاك البوز، هو اللي كيقيسوا به العمل ولا يقيسوا به الجوده ولا يقيسوا به، يقول لك هذا داير البوز هو اللي غادي نديروه في التلفازه هذا العام. فهذه راه حشومه وباز باز ليهم، والله الا باز. تجربه زوينه بزاف، سيرتو ملي ما كيكون عندك سريال ملي كيكون عندك سريال وكديري الحاجه، حيت صعيب ان ما يكونش عندك وديري، اما السهل ان تجيب لك الفلوس ونعطيك ديري شي حاجه. ولات عندي واحد شخصيه قويه، وانا ما نتسناش دعم او نتسنى شي حد يعطيني باش ندير شي حاجه، ولا عاد ولا نبدا نبكي نقول ما عطاونيش داكشي علاش ما غاديش ندير. دونك بالنسبه لي انا هذا هو الابداع، انا هذا هو انا تزاديت وتخلقت باش ندير الفن، وغادي نبقى دائما نديرو ولو ان الى اقتضى الحال انه هذا الفن هذا يعني الحقوق ديالنا ما تعطاناش او ما نستافدوش من هذا الشيء اللي درناه 20 عام. اذا اقتضى الحال غادي نبقى دائما ندير هذا الشيء، وغادي نفكر في شي حاجه اخرى نديرها باش نربح منها الفلوس باش نبقى ندير الابداع. كنتمنى ان يرجعوا الاشياء الصحيحه ويرجعوا الاشياء اللي هي قريبه للجمهور، قريبه للبوبليك، لان اون بيزوان، محتاجين اون كاليتي، محتاجين الناس ولو كيتفرجوا في اذاعات اخرين عارفين لا كاليتي، عارفين كيتفرجوا في مسلسلات، كيتفرجوا في الويب، في دي ويب تي في، كيتفرجوا في دي سيري، كيتفرجوا دي بروست دو رياليزاسيون، كيتفرجوا في دي شوز. ما يمكنش التلفازه ديالنا تبقى دائما بحال هكا، ولا بدا غادي يجي واحد النهار غادي تتغير الامور. مي انا متفائله ان شي نهار يقدر يتغير هذا الشيء، والا ما تغيرش غادي نقدروا نغيروه بطريقتنا حنا. هو الدور ديالي، الدور اللي نتمنى نلعبه هو الدور ديال امل الاطرش، امل الاطرش، ونكون فيه صريحه بحال كيف انا كنكون كل نهار في الزنقه مع الناس في داري مع ولادي مع عائلتي مع الناس اللي كنبغي، مع الناس اللي ما كنقبلهمش ولا اللي ما عنديش معاهم. ما كرهش نمثل الدور ديالي، انا كيبان لي هو اصعب، ممكن يكون اصعب دور. التلفازه راه دايره بحال دارتها، كلشي عارف يعني مطابقه على الممثلين كاملين، دارتها دارت. دابا كنقول ملي ما كتخدمش عام عامين كتقول اه العام الجاي راه غنخدم انا، ولكن هذاك المسكين اللي خدم قبل منك واحد عامين هو كيدوز كيدوز للبلاكار. فيديو كليب اللي غيتلونسا ان شاء الله مورا رمضان سميتو جورتوما، اخراج ديالي والاغنيه ولا كومبوزيسيون وهذا ديال امين كمال. ابار الفيديو كليب كنوجد اكسبوزيسيون دو بانتور ان شاء الله، غادي تكون في المغرب، غادي تكون خارج المغرب، وغنخليها مفاجاه ان شاء الله.